سيدة مونيا بوشفرة، رئيسة الإعداد المؤقت للطريق المداري الشمالي الشرقي لمدينة أكادير وتأهيل الطريق الوطنية رقم 1 على مستوى مدينة أكادير. يدخل المشروع موضوع زيارة سيد عامل إنزكان أي تملول بمناسبة ذكرى مسيرة الخضراء، يندرج ضمن مشروع بناء طريق المداري الشمالي الشرقي لمدينة أكادير الذي يربط بين مطار المسيرة وميناء أكادير على طول 36 كيلومتر. فيما يخص المقطع موضوع الزيارة فهو يمتد على طول 6.3 كيلومتر بتكلفة تناهز 85 مليون ديال الدرهم وبمدة إنجاز 18 شهر. يربط هذا المقطع ما بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق الوطنية رقم 11 على طول 6.3 كيلومتر. فيما يخص الأشغال موضوع هذا المقطع فهي تتكون من بناء الطريق المداري على جوج على طول 6.3 كيلومتر، بناء 14 المنشأة صرف المياه، بناء ممرين علويين وممر سفلي للسيارات مع تهيئة المدار الذي مدار على مستوى التقاطع بين الطريق الوطنية رقم 10 والطريق المداري الشمالي الشرقي. فيما يخص الشركة المكلفة بالأشغال فهي تجمع مجموعة مجازين وشركة إيكودير للأشغال. أما فيما يخص نسبة تقدم الأشغال فهي 27%، التتريبات 36%، الأشغال قارعة الطريق 4%. أما فيما يخص المنشآت الفنية ومنشآت صرف المياه فهي 44%، ويرتقب إن شاء الله الانتهاء من الأشغال هذا المقطع في غضون ما يقارب 8 أشهر، دونك في يوليوز 2022 إن شاء الله. اليوم داروا دي فيزيت دو شونتيي اللي هما ديجا اوفير، منهم الليسي ديال عمر بن الخطاب في أكدال، ولو دوزيام مشينا لدار التكافل اللي داروا فيها دي دون ديال واحد لومبيلونس و دي زيكيبمون المسنين والمكفوفين. و كوم تروازيام فيزيت دارت للطريق المدارية الجديدة اللي تربط بين مطار المسيرة وميناء أكادير، وهذا الشيء كيبشر بعهد جديد ومستقبل زاهر إن شاء الله.